ورحل رشيد طه المغني الجزائري دون أن يحزم حقائبه بعد سكتة قلبية ألمت به على حين غرة بمنزله بفرنسا، ليسلم الروح وهو لم يتجاوز بعد سنته 59. ويعد المشتهر بأغنية يا رايح وين مسافر لصاحبها الفنان الحراشي، واحدا من رواد الراي الجزائري. اللون الغنائي الذي ترك فيه بصمته الخاصة بمزه مع موسيقى الروك الأمريكية وأهازيج الشعبي. ولد الفنان رشيد طه سنة 1958 بمدينة سيق في ولاية معسكر بالجزائر، ثم استقر مع عائلته بفرنسا في ستينيات القرن الماضي، واستقبل الفنان الجزائري شبابه وهو عامل في أحد المطاعم والمصانع بالعاصمة الفرنسية باريس. ثم شكل سنة 1981 فرقة الروك مع بعض الشباب المغاربيين وشاب فرنسي أسموها تصريح إقامة، وأصبح مغنيها الرئيسي بالعربية سنة 1982 مع أدائه بعض المقاطع باللغة الإنجليزية من حين لآخر. وبدأت مسيرة رشيد طه كمغني مستقل سنة 1989 من العاصمة الفرنسية، ليتلقى بعد ذلك دعوة من المنتج العالمي دون واس الذي ارتبط اسمه بالفرقة الأمريكية ذات الصيت الواسع رولين ستونز. ورغم ذلك لم يكن الألبوم الأول للفنان ناجحا بالولايات المتحدة، وهو ما مثره بعض المهتمين بكون الأمريكيين لم يكونوا متساهلين مع الأغاني العربية في فترة حرب الخليج. هذه الخيبة لم تثني رشيد طه، ففي سنة 1993 كان الفنان الجزائري بصدد إعداد ألبومه الثاني، واستمر إنتاجه إلى سنة 1995 بعد نشره ألبوم آخر عنوانه أولي أولي، حتى حالت سنة 1997 التي أصبح فيها اسم رشيد طه جزءا لا يتجزأ من تاريخ الراي الجزائري، بعدما نجحت طريقة إحيائه لأغنية يا رايح وين مسافر. من الأغاني التي تركت أثرا كبيرا وترسخت في ذاكرة الجمهور العربي أغنية يا رايح من ريبرتوار الراحل دحمان الحراشي، والذي تحكي قصة مهاجر يقول له رشيد طه إنه لو حتى ولو طال به السفر فلا بد له يوما من الرجوع إلى بلده، مذكرا إياه بندم الغافلين قبله بعد عيائهم في الجري بين أطراف بلدان الناس. ومن الأغاني التي ترسخت في الذاكرة الموسيقية المغاربية والعربية بشكل عام أغنية عبد القادر يا بعلاء لصاحبتها الشابة نورية، التي استعادها رشيد طه مع فضيل وخالد سنة 1998 في حفل كبير بباريس عنوين بشموس 1-2-3، وصدرت أغانيه في ألبوم يحمل الاسم نفسه قبل أن يباع على نطاق واسع. وزاد إنتاج رشيد طه بصدور ألبوم صنع في المدينة الذي رأى النور سنة 2000 بعد تسجيله في كل من باريس ولندن ومراكش، بينما تذكر بعض المصادر الفنية أن رشيد طه كان بصدد تحضير مفاجأة الجمهوري مطلع العام المقبل، وهي ألبوم جديد يتناول بعض القضايا الراهنة والمجتمعية، لكن القدر شاء أن يلحق قبل ذلك التاريخ. عرف رشيد طه بمعارضته للعنصرية في أوروبا، وكان هذا الموقف نتيجة لقناعاته وتجربته مع رفض بعض دور الموسيقى الفرنسية بيع أسطوانته، لأنها لم تكن تريد أن تأتي العرب إلى متاجرها ليقتنوها. وسبق أن تحدث طه عن تجربته في ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي مع مجموعة من الفئات التي عرف أنها لن تترك قلبه صافيا، مثل العنصريين في أوروبا ودعاة الانغلاق بالجزائر. وقد غنى الفنان الجزائري في ألبومه أولي أولي ضد التعصب الذي يستهدف العرب، ثم أنشد أغنية التانغو الجزائري سنة 2013 قائلا إنه لم ينسى سنوات التجاهل الأولى والرفض من طرف شركة الإنتاج الفرنسية التي لم تكن تريد التعامل مع العرب، كما لم ينسى العنصريين ومن أسماهم بالعبوديين. وسبق أن عبر طه في مقابلات تلفزية عن كون عنصري الشارع ليس بين ما يثير اهتمامه، لأنهم لا يشكلون خطرا ويكمن
ويمكن أن يحمي نفسه منهم. ثم استدرك قائلا: العنصرية الأكثر خطورة بالنسبة لي هي العنصرية الكونية والعنصرية الإعلامية وعنصرية بعض رجال السياسة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.